طيب لو اتكلمنا بقى معاك يا عبد الله عن المسلسلات اللبناني، في كتير قوي من المشاهدين المصريين بيتابعوا المسلسلات اللبناني بشكل كبير جدا، وبيقعدوا يكتبوا حتى ريفيوز. مسلسل نديم نجيم السنه دي، يعني امبارح كنت بسال ناس في العادي على ايه اكتر مسلسل مثلا بطوله نسائيه عجبهم، وحطيت المسلسلات المصريه، لقيت ناس كتير قوي في التعليقات قايلين انت ليه ما حطيتش خمسه ونص مثلا نديم نجيم، او سيرين عبد النور في الهيبه والحصاد. الهيبه والحصاد يعني بص، الهيبه ده مثلا بيفكرني بكلبش. كلبش الهيبه الاثنين بداوا في نفس السيزون، الهيبه الجزء الاول وكلبش الجزء الاول. الهيبه الجزء الاول كانت نديم نجيم، وبعد كده جابوا نيكول سابا، والسنه دي سيرين عبد النور. شوف سيرين عبد النور عملت ايه في المسلسل يعني، والجزء الثالث لا دخلت الناس تقول يعني احنا عايزين هيبه اربعه وهيبه خمسه، لانه رجعت تاني الناس تتفرج على المسلسل. بعكس هي شاطره، هي شاطره وهي كممثله نجحت اكتر من مغنيه جدا. ونديم نجيم كمان من الناس اللي بتختار حلو من اول مسلسل، لو المتابع لكل مسلسلاتها بعد كده، نديم نجيم من الناس اللي تصاعديا هايله، الناس اللي مش فارقه معاها انها تقول، ناس كتير بتعرض عليها انها تمثل في مصر وانها تعمل مسلسلات مصرية، لكن هي شايفه انها ناجحه في مكان وبتجبر الجميع من كل الدول انهم يتفرجوا عليها.